بحب المصطفى العدنان هي الحلقات جرح الفضل بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والدفي، وسلمني اللهم يا ربي واحميني، وخذ بيدي ومن نجد تعطفي. ثم أما بعد، إخواني في الله، مع درس جديد من دروس التحفة السنية، نحن اليوم في باب الإعراب. باب الإعراب. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني أن الإعراب عبارة عن تغيير أواخر الكلم. جاء زيد، جاء رأيت زيدا، مررت بزيد. جاء زيد، كان زيد مرفوعا، تنقله إلى رأيت زيدا فيصبح منصوبا، مررت بزيد فيصبح مجرورا. هذا هو الإعراب، تغيير أواخر الكلم. كلمة زيد تغير، لما كان جاء قلت جاء زيد، ولما أصبح رأيت قلت رأيت زيدا، ولما أصبح مررت قلت مررت بزيد. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا الإعراب يكون لفظا ويكون تقديرا. يكون لفظا إنما يتلفظ به، ويكون تقديرا إنما يكون مستترا. مثلا عندما تقول جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، موسى الآن معرب كإعراب زيد، لكنه ما تغير آخره، فإن تغير آخره مقدر ليس بظاهر كما كان في زيد. هذا معنى قوله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقول الإعراب له معنيان، للإعراب معنيان أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. للإعراب معنيان أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الآخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول بسبب تغير العوامل من عامل يقتدي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتدي النصب على المفعولية أو نحوها وهلم جرا. مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتدي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النسب لتغير العامل بآمل آخر يقتدي النسب وهو رأيت. فإذا قلت حديث بمحمد تغير حال آخر محمد إلى الجر لتغير العامل بآمل آخر يقتدي الجر وهو الباء. وإن تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول، ومنصوبا في المثال الثاني، ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغير من حالة الرفع إلى حالة النسب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاثة التي هي الرفع والنسب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. هذه هي فكرة الإعراب باختصار. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. الفعل المضارع أيضا يكون مرفوعا، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتدي نسبه أو عامل يقتدي جزمه. كما أن الاسم يعرب فإن الفعل أيضا يعرب. فإذا قلت لم يسافر لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النسب لتغير العامل بآمل آخر يقتدي نسبه وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النسب إلى الجزم لتغير العامل بآمل آخر يقتدي جزمه وهو لم. وأعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين لفظي وتقديري. الآن عرفت أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. تغير حال محمد من جاء محمد إلى رأيت محمدا حديث بمحمد، هذا التغير الموجود في آخر محمد هو المسمى بالإعراب.
أو في الفعل المضارع يسافر إبراهيم، لن يسافر إبراهيم، لم يسافر إبراهيم، تغير كلمة يسافر من يسافر بالضم إلى يسافر بالنسب إلى يسافر بالجزم. الآن واعلم أن هذا التغير ينقسم، إلى قسمين لفظي وتقديري. هذا التغير ينقسم إلى قسمين، في تغير لفظي وفي تغير تقديري. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في الحركات الدال من محمد، لا يمنع من النطق به مانع، يعني يظهر لا محالة، وحركات الراء من يسافر. وأما التقديري، التقدير فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. الإعراب التقديري يكون لواحد من ثلاثة أشياء، إما أن يكون للتعذر أو يكون للاستثقال أو يكون للمناسبة. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فيدعو مرفوع لتجرده من الناسب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى. الفتى منتهن بالألف، والألف يستحيل أن يتحرك. وسقالها في يدعو، لو قلت يدعو يكون سقيلا، فنقول يدعو، الضمة مقدرة على الواو. في القاضي، القاضي لو قلت القاضي يكون سقيلا، فنقول القاضي، الضمة مقدرة على الياء. ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي، غلامي ياء المتكلم يناسبه أن يكون ما قبله مكسورا، فالضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة من أمن ظهورها التعذر أو السقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي. فما كان آخره ألفا لازمة، تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. ما كان آخره ألفا لازمة كالفتى يقدر فيه جميع الحركات للتعذر. ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا، يسمى مقصورا، وسمي مقصورا لقصورها عن ظهور حركات الإعراب فيه، مثل الفتى والعصا والحجة والرحى والرضا. وما كان آخره ياء لازمة، ما كان آخره ياء تقدر عليه الضمة والكسرة للسجل، الضمة والكسرة للسجل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوسا، سمي منقوسا لنقصانه عن ظهور بعض حركات الإعراب فيه، وتظهر عليه الفتى للخفتها، نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي، الحركة هنا مقدرة للمناسبة. إذن فكرة درس اليوم باختصار أن الإعراب عبارة عن تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. محمد، محمدا، محمد، يسافر، 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 هذا التغيير الموجود في آخر الكلمة هو المسمى بالإعراب. ما الذي سبب هذا التغيير؟ اختلاف العوامل. كان عندي عامل اسمه جاء، ثم جاء عامل آخر اسمه رأيت، ثم جاء عندي آخر عامل آخر اسمه الباء. ويسافر كان مرفوعا للتجرد، ثم أصبح لن يسافر لن، ثم أصبح لم يسافر لم. هذا التغيير الموجود في آخر الكلمة ينقسم إلى قسمين، لفظي أي ظاهر، ومقدر أي تقديري. التقديري يكون واحدا من ثلاثة أشياء، إما أن يكون مقدرا للتعذر، وإما أن يكون معذرا للسجل، وإما أن يكون مقدرا لاشتغال المحل بحركة المناسبة. التعذر إذا جاء الألف، الألف يستحيل أن يتحرك. السجل إذا كان مختدما بالواو أو الياء فتقدر فيه الحركات في حالتي الرفع والنسب، في حالتي الرفع والجر أقول، وفي حالة النسب يظهر الإعراب. ثم بعد ذلك اشتغال المحل بحركة المناسبة، إذا كان آخره ياء المتكلم يكون آخره مشغولا بحركة المناسبة، فيكون الضمة مقدرة في جميع الأحوال، والفتح في جميع الأحوال، والكسرة أيضا في جميع الأحوال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كله إيمان، وتعلو همتي دوما، وتسبق خطوة الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما